ونبقى في الموارد المائية، حيث بيّن مدير الدائرة بصلاح الدين بسام عبد الواحد أن الوزارة ستوزع الحصص المائية على المحافظات بالتساوي لضمان ديمومة الزراعة ومياه الموسم الشتوي القادم. نتيجة للظرف الذي يمر به البلد من الشحة المائية وكذلك قلة الإيرادات المائية التي تمر على البلد، وحيث حاليا يتم الاعتماد على الخزين الاستراتيجي وفي سد الموصل وكذلك على المياه الجوفية المتوفرة، عملت وزارة الموارد المائية مع وزارة الزراعة وكذلك البلديات والأشغال على توفير على أن تكون الحصص المائية لعمود النهر مخصصة للبستنة وكذلك إسالات الماء. الحصة مقررة من قبل وزارة الموارد المائية وموزعة على كافة المحافظات بالتساوي بموجب الخطط الزراعية والبساتين والإسالات. الإطلاقات من سد الموصل إطلاقات جيدة توفر هذه الحصص كما رسمتها وزارة الموارد المائية مع وزارة الزراعة. نهيب بالفلاحين والمزارعين أن يكون هناك تقنين في استهلاك المياه وكذلك اللجوء إلى التقنيات الري الحديث بالمرشات والتقطير لغرض التقليل من هذه الاستهلاكات. كذلك نود أن نبين أن الحصص المائية للبساتين والإسالات هي وزارة الموارد المائية عملت على أن تكون هذه متوفرة لحين موسم الشتوي إن شاء الله، حصة نطمئن الفلاحين ونطمئن المواطنين ودوائر الماء بأن هذه الحصص متوفرة ولا توجد شحة في أرواء البساتين وكذلك إسالات الماء.